اصحى يا نايم واحد الدايم. رمضان كريم. اصحي يا كوكي، اصحي يا جوجو، رمضان كريم. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم. كل سنة وانتم طيبين يا اصحابنا. رمضان كريم يا حلوين. مين مبسوط؟ مين فرحان؟ مين زوق اوضته؟ مين زين البيت؟ على الاقل نزين اوضتنا. النهارده بقى هنزين اوضه جودي وكارما، وهنعلق فيها بقى اضاءه والوان وفوانيس وحاجات حلوه، ونشجعكم كده اللي لسه ما زينش اوضته او بيته يقوم يزين معانا. جاهزين؟ اه جاهزين. يلا حلو يا حلو يا رمضان كريم يا حلو. دي يا جماعه الحاجات اللي احنا هنزين بيها الاوضه. بصوا وفي فرع كمان اهو هنزينه برضو. ده الفرع ده كان عندنا من السنه اللي فاتت، فاكرين الحاجات الحلوه دي؟ برضو هنزوق بيها الاوضه. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. We'll be right back.
حاجات كلها عامله ازاي. بصوا يا جماعه احنا الاوضه اتجهزت كانها زينا بالظبط. احنا بنجهز لرمضان. اوضه بقت جاهزه لرمضان. بص يا جماعه اللي هي اسمه ايه ده، لما اجي انام كده ابص فوق الاقي كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. رمضان كريم عليك يا رب، وبعض الايام عليك يا رب بالخير واليمن والبركات يا رب. يلا نشوف كمان الناحيه الثانيه. اه يلا. هنا طبعا ده الفانوس الكبير ده بيتنقل طول الاسابيع يا جماعه، يجي هنا شويه يطلع بره شويه. دي هنا بقى ده الهلال، ده الهلال هنا مكتوب عليه وحوي وحي، وده الفانوس بتاع جوزي، ده الفانوس بتاعي، ودي بقى الحاجات. انتوا عارفين بقى يا حبايبي احنا زمان كانت الفوانيس دي كانت بتبقى بشمعة حقيقيه، كل شويه كانت تطفي ونرجع نجري لماما ونقول لها ماما ولعي لي الشمعة، وتفضل بقى ايه الاسوعه في ايدينا. دي بقى دلوقتي اسمها ايه، اسمها شمعة الكترونيه. بصوا ده بقى الشخصيه دي في اوبريت اسمه ليلى الكبيره، طبعا انا بناتي ما عرفوش، وكل شويه يقولوا لي ايه يا ماما يا غزال يا غزال. دي اغنيه كده في اوبريت بتاع رمضان زمان، وده كمان كرتون برضو بس ما كانش بيجي زمان قوي. بكار ده لسه بيجي دلوقتي. ده بقى ايه عمو فؤاد اللي هو اسمه عمو فؤاد. بس ايه ماسكين ايه كمان بيجي على الايام. انا لما بس ماسكين ايه ماسك لهم العصايه تقريبا. ليه ده بوبي وطمطم كفوازير بكار وما اعرفش. وده عم شكشك ودي الفوانيس دلوقتي. وده بصوا يا جماعه بصراحه الاوضه بقت تجنن، انا هاجي اقعد معاكم هنا. الاوضه بتاعتكم لسه انا هعملها لكم. بصوا دي الاضاءه اللي هي على السرير، بصوا باينه ازاي في المرايه اللي هي اللي ورا في المرايه هنا، ودي بقى من هنا كده. لا ايه ده انتوا بتهرجوا يا جماعه. لا ده بره والله العظيم المنظر مش كده. بصوا انا هوريهم بره الالوميتال في ايه، بس كده كده هيبقى يعني الفيديو بتاع زينه رمضان هيبقى نازل اصلا في قناه عيلتنا المجنونه. استنوا هوريكم حاجه. خلاص يا جماعه جودي وكارما قالوا لي بلاش. انتوا عايزين تشوفوا زينه رمضان في البيت كله هتلاقوه في قناه عيلتنا المجنونه بقى. بس اوضه ثانيه. ايه رايكم بقى في الاوضه هنا؟ تجنن بجد يا جماعه. بصوا وعلى الباب هي باينه اهي. تيجي نوريهم الصور بتاعتنا زمان. طيب بصوا يا جماعه الصور اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي دي حصري لاول مره. يعني ابتدي من اول هنا. بصوا كل دي بتاعت جوزي بس الاضاءه مش باينه كده. خلينا نفتح النور. لا استنوا ممكن اعمل اضاءه كده زياده شويه. استنوا هنور لكم النور ونقول لكم الصور دي كلها بتاعت مين. نبدا منين يا جماعه؟ نبدا من هنا. دي جودي. دي يا جماعه جودي وهي صغنونه خالص، كان عندها حوالي سنتين. كانت قلبوزه ازاي؟ ده مين بقى؟ بابا. بصوا هنا ده محمد وهو في الجيش. دي مين؟ دي جودي. دي برضو جودي. بصوا يا جماعة دي مفروض برضو كوكي. جودي قصدي، لا مفيش كوكي هنا للأسف. دي جودي وبرضو هي، بس هي عندها سنة. دي بيبي جودي. مين البيبي دي؟ دي جودي. دي شكلها غريب. دي جودي وهي نونا. حاسبي كرشك يا جو يا كوكي. ده مين ده بقى؟ ده مين الشاطر يقول ده مين؟ سمير. انتي عارفه انه سموره. لا انا قصدي هم من اصحابنا. طب اللي عارف قبل ما كلمه تقول يكتب لنا في الكومنت. بصوا يا جماعه ده سموره وهو في كي جي 1. ده كي جي 1؟ ايوه. يا لهوي بس شبه يونس وساجد ولاد سموره. طيب ده مين؟ طب ده انتوا ما تعرفوهوش فانا هعذركم عشان انتوا كده ايه مش هتعرفوا هو مين. بصوا يا جماعه النونا ده خلص كليه هندسه دلوقتي وبيشتغل. النونا ده يبقى ابن اختي، يعني انا خالته. النونا الزقنتوت ده انا خالته دلوقتي. بس دلوقتي ما شاء الله بقى اطول مني. اسمه مروان. اه ايه ده كان كيوت قوي. اه بصي السنتين دول هنا سنتين صغننين دول كانوا بيعضوا بيهم عض. ايه هو صغير؟ اه والله هو زقنطوط كده. ده مين ده بقى برضو انتوا ما تعرفوهوش بس ان شاء الله اكيد عارفينه. يسري. يسري كده من غير جده. يا نهار اسود. ده يبقى ابويا يا جدعان. اسمه جده ابويا يعني جد جودي وكارما. بصوا النضاره. لوف لوف لوف.
وده مين؟ برضو هو هو ابويا بس ده هو ده هو. الصورة اللي جاية دي فضايح فضايح فضايح. يا لهوي يا نهار ابيض. ده محمد يا جدعان بس هو مراهق لما كان تين ايج. انا ما شفتوش الحمد لله في الفترة دي. ده جوزي يا جماعة محمد ابو جودي وكارما. بس يعني عارفة صراحة هو ايه، هو مش واقف معانا دلوقتي، كان زماني سكعني بالقفا. ودي مين؟ دي ماما. ده انا هنا يا جماعة وانا عندي 12 سنة، كنت زقنتوتة وكنت بتصور عشان كارنيه المدرسة. وده هنا الصورة مبهدلة، ده هنا بعد ما اتجوزت محمد وكنت خلفت جودي. بس برضه تحس انا نفس الاسداب ده، تحس ان انا مخضوضة. لا ده دي طرحة خروج مش اسداب. بس لونها على جفر وصدر. يعني هنا كان عندي حوالي 25 سنة. ودي انا، دي انا وانا في ثانوية عامة. كانت شبه العفريت. الكارما شايفة ان انا كده شبه العفريت. ومن هنا بقى مفيش حاجة كده، خلاص خلصنا صور. بس ايه رأيكم؟ ايه رأيكم بقى؟ يا كوكي لازم، يا كوكي انا عايزة لك صور كتير كده ونملي هنا الدنيا صور يا كوكي. هي دي صورة من ضمن الصور اللي ايوه عايزين صور كوكي وخدود كوكي. هم صابونا في البيت عشان يروحوا يشتروا الهدايا، انا عملت ماما كارت كده كارت جودي عملت لي هدايا كتير كتير والله بجد، كان المفروض اوريها لهم. وطبعت صورتي وكتبت لي جواب، كان في كارت وكوكي كمان. انا رحت مع بابا الشغل زي ما شفت الفيديو هنا، و الفيديو ده انا عملت فيه هدايا كده لماما، جبت كده علامة قلب ورحت مدبساها من فوق وكتبت لي بقى I love you mommy so much وحاجات كتير قوي. وبعدها من هنا جاوبت كوكي وحدة الاوفن ده كان فيها اغنية للامهات مامي مامي يو ار سوبر. لا ممكن احط لهم ال بيبي صح. طيب كملي الاغنية وبعدين يو هاك سو كيوت يو كوكينج سو كيوت I love you your smile your smile is so cute your cooking so cute I love you mommy لوعي happy mother's day I love you mommy. احط لهم يا كوكي الدور بتاعك، احط لهم الدور بتاعك لما كنتي عامله كاو كنتي كاو. ايوه خلاص طولنا عليهم، يلا بقى نسلم عليهم. سلم عليهم يا بنتي يا رغايه. يلا وفي نهاية الفيديو نتمنى يا رب ان انتوا تكونوا انبسطتوا معانا وتتحمسوا كده وتقوموا تزينوا اوضتكم وتزينوا بيتكم، ونحب نختم الفيديو ده ونقول وحوي يا وحوي اياحا وكمان وحوي اياحا رحت يا شعبان اياحا جيت يا رمضان اياحا وحوي غطنا الجيت يا رمضان وحوي يا وحوي اياحا وكمان وحوي خلاص. ونشوفكم على خير يا حلوين، نستودعكم الله. لا نسيت حاجة. ايه؟ ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت وشير وكل حاجة جوزي، وتحضروا هدومكم وتعملوا كل حاجة حلوة فيها. باي.